منير عجم بفيديو كمان عن Project Management Office ومكاتب إدارة المشاريع. بس هون بدنا نجرب نميز شوي بين مكتب إدارة المشاريع كمكتب كPMO وشي اسمه نحن بنسميه Project Management Function PMF، أما Project Management Department. هلأ استعمال PMF نادر جدا، ما مش كتير بنشوفه، لأنه هو المقصود فيه مثل الـ HR function ولا الـ financial function بالمؤسسة. ممكن يكون في عنا قسم محدد مسؤول عن إدارة المشاريع، يعني هو مسؤول عن علم إدارة علم عن إدارة المشاريع داخل المؤسسة، يعني هيك division، ممكن هيك قسم ممكن يكون مسؤول عن وضع الـ organizational project management system اللي هو النظام المتكامل لإدارة المشاريع والبرامج بالمؤسسة من ضمن المنهجيات والسياسات والحوكمة وهالأمور هذه كلها. عادة إذا في عندنا Project Management Function من هالنوع بمؤسسة بتكون اسمها يا Project Management Division يا Project Management Department حسب كبر المؤسسة وحسب التسميات الموجودة، لأنه للأسف في بعض المؤسسات تختلف من مكان لآخر بالعالم. يعني في بعض المؤسسات بيكون عندنا تنقول الشركة تحت منها فيها Division، تحت Division في Department، وحين كلمة department تستخدم انه هي المستوى الاعلى تحت الادارة العليا. خلينا نستعمل PMD division اما department مثل بعضه. اوكي، فنحن هون عم نركز ان شرحنا بالفيديو السابق عن شو هو البروجكت مانجمنت اوفيس، وشرحنا شو هو المؤقت والدائم. هلا اذا طبعا اذا عندنا ديفيجن ولا ديبارتمنت، معناتها نحن عم نشتغل على بروجكت مانجمنت ديبارتمنت ولا بروجكت مانجمنت ديفيجن، هي معناتها بطبع هذا الشيء دائم مش مؤقت. اوكي، ناو عاده شو صلاحيات هيك اداره، شو ديبارتمنت كاداره ولا كقسم بالشركه ولا بطبع الهدف منه، هذا بيكون هو المسؤول عن على وضع نظام اداره المشاريع الكامل مثل ما حكينا من شوي. كمان عاده لما بيكون في عندنا ديبارتمنت معناتها عادة كل البرسونال تبع مشكل، خلينا نركز في البرسونال اللي له علاقة بإدارة المشاريع، يعني البروجكت مانجر، يمكن يكون في عندنا قسم للكونستراكشن مانجر، إذا الشركة تشتغل مشاريع إنشائية ممكن يكون عندنا استيميتنج يونت، ممكن يكون عندنا بروجكت كنترول يونت، ممكن يكون عندنا انجينيرينج بروجكت انجينيرينج يونت، حسب نوع المؤسسات. بس بالطبع يعني كل الأشخاص والوظائف اللي علاقة بإدارة المشروع من مدير المشروع وزملائه وزملائها مثل ما بيقولوا بيكونوا تابعين لهالديفيجن عادة. هلا السؤال هون بينطرح دائما، هل معناتها كل الناس اللي بتشتغل بإدارة مشاريع موجودين بهالديفيجن؟ أكيد لا، يعني هالديفيجن ممكن يكون حسب نظام الشركة والثقافة الشركة، ممكن يكون هذا الديفيجن هو مسؤول على مشاريع محددة، بينما يمكن الاوبريشن يعني الازر ديفيجن يعني مثلا الاتش ار ديفيجن بيكون عندهم هن يمكن فريق اداري بيشتغل على مشاريعهم يمكن مختصه فيهم، يمكن يكون في عندنا بالاي تي ديبارتمنت ديفيجن بيكون في كمان بروجكت مانجمنت يونت. هالشيء ما بيمنع، مش معناتها انه كل مدراء المشاريع يكونوا كلهم سنترلايز بديبارتمنت وحده. هلا بالطبع هالشيء ما بيمنع، يمكن بعض المؤسسات تعتبر لا انا بدي اعمل ديفيجن واحد يكون كل شيء له علاقه بالبروجكت مانجر موجودين بهالديفيجن، وهن بيقدموا خدمات لكل الديفيجن تبع الشركه بغض النظر باي مكان بالعالم. يعني ممكن يكون هون عندنا الشركات الكبيره يكون عندها ساعتها مثل بتصير هون البروجكت مانجمنت ديبارتمنت مثل شيرد سيرفيس ديفيجن، وهن بيكونوا مسؤولين على اداره المشاريع مثل ما قلنا بحيلة ديفيجن محدد من ديفيجن تبع الشركه. هلا عاده هذه بنشوفها اكثر للكابيتال بروجكت، للمشاريع الصغيرة وللبزنس هذه ممكن تضل تندور من داخل الديفيجن مثل ما قلنا. طيب اوكي، سؤال هلا هون، نحن كشركة اي شركة كانت، هلا يمكن عم بيسمعني بيكون عم بيسأل حوله انا لشو بحاجة، Project Management Office ولا Project Management Department؟ بالنهاية تسميات يعني انا اسمي منير، حدا بيحب يسميني ماونير، حدا بيحب يسميني ميمو، حدا بيحب يسميني عنتر. اوكي، بالطبع كل مؤسسه ممكن يكون على تسميتها واختلاف بتسميتها، وبطبع هذا الشيء قرار بيرجع لهم. سو ما بدنا نعلق على التسميات كتير،
هلا رغم اني انا شوي نيئه يعني نرجع دائما بستعمل اللي حب بعتبر انه الكلمات والتعابير بتعبر عن شيء صحيح يعني عن واقع نفسي. يعني لما بتقول لي project management office ولا project management department وتقول انا ما بعرف شيء فيهم، لا بعرف شيء لا شو معناتها ولا شو معناتها. كلمه department بالنسبه لي عنتر اقوى من office. office هو انه مكتب، هالمكتب ممكن يكون صغير في شخصين، اما بالطبع اما كلمه ديبارتمنت معناتها لا انا هون عندي تنظيم كامل متكامل داخل احد المؤسسات والشركات. اكيد هالديبارتمنت معناتها يمكن يكون فيها اقسام بالطبع، معناتها على الاقل عندي يعني بين 20 30 40 50 200 موظف حسب كبر الشركه. يعني احنا مثلا انا كنت سعودي ارامكو، كان البروجكت مانجمنت ديفيجن احنا عندنا بيدرسه فايس بريزيدنت، كان عندنا 8 ديبارتمنت تحت البروجكت مانجمنت ديفيجن، تقريبا كان في شيء 1200 موظف اذا مش ذكرتي عم بتخوني باداره مشاريع. بطبع هذا شيء ضخم بطبع، بس عم نحكي نحن شركه مثل ارامكو عندها مشاريع بمليارات الدولارات. بس حتى لو مشاريع اصغر اما شركات اصغر بطبع بضل ممكن يكون عندها عدد كبير. بقى كلمه ديبارتمنت، نرجع لموضوع العلم النفس هون شوي. ديبارتمنت بحياه ماي نيكست لايف اعمل سيكولوجي، اما محامات واحدة من اثنين ما بعرف، اما ناقد يمكن ناقد اكثر قريب لشخصيتي، ناقد بناء يعني بتمنى يعني. بس بطبع انا اكيد اللي اذا بنتقد ناقد بناء لحدا يمكن ما يعجبه بيعتبره ناقد دمار مدمر ولا ما بعرف شو. خرجنا على الموضوع، نرجع. انا شخصيا علم نفس بيقول لي كلمه project management department هي معناتها شيء له أهمية أكثر من بي project management office من مكتب إدارة المشاريع. هلا بالطبع الموضوع مش بس بالتسميات، عادة يختلف بأرض الواقع. يعني لما بكون عندنا project management department معناتها project management بالمؤسسة وصلت لمرحلة إنه الإدارة بتعتبر هالعلم مستقل بحد ذاته وتستاهل يكون كديفيجن لحوله. يعني مثلا اليوم نحنا مثل ما في عندنا HR department ولا finance department ولا IT department ولا marketing department، project management is a department معناتها أهميتها بأهمية division التانيين. بينما وعملين احنا كتبين article على الموضوع سابقا انه مثلا بالمنظمات ما بنشوف مثلا شيء اسمه marketing management office، اما financial management office، اما IT management office، لا بنشوف في IT department. طيب ليش هون هالتمييز؟ مثل ما عندي ابن صغير كل ما يصير معه شغله ما تعجبه نكون عم نعملها مع خيه مثلا ما تعجبه يقول favoritism. طيب ليه هالفيفوريتزم موجوده بالشركات؟ ليش project management اليوم لا تعتبر باهميه الاي تي ولا باهميه الاتش ار ولا باهميه الفاينانس؟ هذا السؤال نخليكم تفكروا فيه. هلا بالطبع اذا شركات صغيره متوسطه وما عندها كثير مشاريع ومشاريع مثل ما بيقولوا كلفتها كثير قليله، اكيد نحن يمكن مش بحاجه لنحط ديبارتمنت زياده. عم نحكي نحن بالمؤسسات وزارات الشركات الكبيره، اما المتوسط الحجم يعني كلمه لما نقول شركه متوسطه الحجم خرجنا شوي عن الموضوع معلش اسمحوا لي. عاده ببعض حسب من كل دوله لدوله تعريف الشركات الصغيره والمتوسطه واللارج يختلف، بس عادة الشركات الصغيرة بكثير دول تعتبر لحديت 500 موظف. يعني لما نقول شركة متوسطة معناتها أكثر من 500 موظف. وبطلع في الشركات العملاقة اللي فيها آلاف ومئات الآلاف الموظفين. طيب يا جماعة إمتى يا إكزيكتيف يا سينيور مانجر هل بتعتبروا إدارة المشاريع مهمة ولا لا؟ إذا بتعتبروها مهمة برأيكم مش آن الأوان نبلش نفكر يكون عندنا أقسام ولا إدارات لإدارة المشاريع مستقل من كل شيء من كل الإدارات التانية؟ لا لكم تفكروا فيها. شكرا وإلى اللقاء.